جديد في مساء القاهرة ونقاشنا حوالين ظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا للأسف، الطلاق. كلنا بنعرف انه فلان طلق مراته او فلانة اتطلقت، وبيكون رد فعلنا نقول انه يعني لا حول ولا قوة الا بالله، لكن في اسباب كتير يمكن محدش يعرف عنها، اسباب الطلاق وإيه اللي بيوصل الأزواج للمرحلة دي، وهل كان ممكن يكملوا مع بعض ولا لا. احنا النهاردة هنفتح هذا الملف الشائك، ومعانا حالات من المطلقات هتحكي بقى تفاصيل الطلاق وأسباب يمكن نكون بنعرفها لأول مرة، يمكن حضراتكم تتخضوا منها لكن للأسف هو ده الواقع. وأنا متأكدة وأكيد حضراتكم عارفين أنه في حالات طلاق ممكن تكون حصلت لأسباب تافهه جدا واسباب ملهاش اي لازمه. كمان في حالات طلاق بسبب حاجات فاجعات، يعني حاجات صعبه جدا، لكن الاكيد انه ابغض الحلال اللي هو الطلاق نسبته ارتفعت جدا في مصر. الاحصائيات بتقول ان احنا عندنا 6 حالات طلاق كل ساعه، وعندنا في مصر السنه الاخرانيه 170 الف حاله طلاق. الإحصاءات بتاعت الأمم المتحدة بتقول إنه إحنا الدولة رقم 1 في العالم في نسبة الطلاق. بالتأكيد هذا هو موضوع يستحق أن نتوقف عنده في مساء القاهرة. ومعنا في استوديو مساء القاهرة دكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة سامية. أهلا بيك. والأرقام مفزعة وهرجع لحضرتك. ومعنا مدام عزيزة أحمد، سيدة مطلقة. أهلا بيكي يا مدام عزيزة. ومعنا أستاذة ليلى فارس، رئيس جمعية الفرسان، اللي يعني بتتحدث وبتخاطب المطلقات وغيرهم. أهلا بحضرتك. أهلا. وخلينا نبدأ من حضرتك يا دكتورة. دكتورة سامية، يعني النسبة بتاعت الطلاق في مصر وفقا لإحصاءات جوه مصر وبره مصر هي نسبة مرتفعة، لدرجة ان الأمم المتحدة بتصنفنا ان احنا دولة رقم 1 في العالم في نسب الطلاق. ده يعني ايه؟ ده يعني ان احنا للأسف هناك يعني امر ما بيؤدي إلى هذه الظاهرة، وبالتأكيد أنه بتتدخل عناصر كثيرة مش عنصر واحد بيؤدي إلى هذه المشكلة، اللي ممكن نقول أنها مشكلة خطيرة جدا جدا. لأن احنا عندنا عموما يعني الأسرة المصرية أول ما الست بتتجوز بتخلف، فالموضوع مش بس موضوع طلاق زوج وزوجة، لا ده احنا عندنا أطفال بيبقوا هؤلاء الأطفال وكأنهم يتامى من ناحية، غير اللي بيترموا في الشارع بيتحولوا إلى أطفال شوارع. ولذلك إحنا دايما كنا بنقول ما تتجوزوش يا جماعة وتخلفوا على طول، على الأقل استنوا سنة. ما بيحصلش. فتلاقي إنه كتير من الستات كمان أو ما تتجوز تجيب 1 2 3 علشان تربط الراجل. الراجل أحيانا بيخضعه أحيانا بيطفش، ثم بنجد انه اطفال الشوارع بيزيد. ولكن عموما في امور كثيره جدا تحولت داخل المجتمع المصري، جعلت العلاقه الانسانيه الجميله الكريمه بين الزوج والزوجه قد تغيرت. ويمكن ده كان بعد حرب 73 والانفتاح الاقتصادي، فسافر عدد كبير الى دول الخليج، وبدات العلاقه ما تبقاش علاقه زوج وزوجه، رب أسرة ورب أسرة، بقدر ما هي التطلعات الرهيبة الرهيبة داخل المجتمع المصري. مع التطلعات الرهيبة ده الجانب المادي بقى جانب مهم جدا، مع كمان أنه في هذه الفترة تدخلت عناصر أخرى زي تعليم المرأة زادت في المجالات المختلفة، ثم عمالتها، ثم بدأت المرأة تطمح أن تكون يعني المرحلة بتاعتها مش بس تعليم وعمل، ولكن أن تصل إلى مراكز معينة فتؤجل الزواج، فتتزوج بعد سن كبيرة، وبعدين تبقى هي عندها تقاليد وعادات معينة وهو عنده تقاليد وعادات معينة، ثم كل بينظر للآخر انت بتكسب ايه انا بكسب ايه. فاذا حصل انقلابات، يعني الاسباب الاقتصاديه ترجع الى ارتفاع نسبه الطلاق في مصر، حضرتك قصدك كده؟ نعم، الاسباب الاقتصاديه هي العنصر الاساسي في ارتفاع نسبه الطلاق في مصر. مش الاسباب الاقتصاديه احتياج بقدر ما هي الرضا. الرضا، لا البنت راضيه
ولا الراجل راضي، ولا هم بيتنازلوا، لا هي بتتنازل ولا هو بيتنازل. ثم خلي بالك انه التقاليد والعادات المصريه ما اصبحتش هي اللي بتحكم المراه ولا بتحكم الرجل. يعني كان زمان يقول لك ما تعليش صوتك عشان ايه، بعدين جيراننا يقولوا ايه، لكن دلوقتي تلاقي الست بتعلي صوتها والراجل بيعلي صوته والعيال بيسالوا صوته، بيتخانقوا في الشارع. فما بقتش هي التقاليد والعادات الكريمه، شوفي ايه الكريمه، ما بقاش الاسره كمان بتتدخل. يعني في ديننا الحنيف بنقول ايه، نفر من اهله ونفر من اهلها، عشان يعملوا يرجعوا تاني العلاقه الكريمه الجميله بين الاثنين، لكن ده برضو ما بيحصلش. طيب اسمحي يا دكتوره ساميه، انا عايزه اروح لمدام عزيزه، عاوزه انزل على ارض الواقع. أيوة. واتكلم معاها. مدام عزيزه، حضرتك اتطلقتي بقالك قد ايه؟ بقالي 20 سنه. 20 سنه. واخترتي انك ما تتجوزيش تاني؟ لا، مش عايزه تتجوزي تاني. لا، يعني خلاص كرهتي الجواز. انا معايا بنت معاقه. طيب احكي لي بقى، الطلاق تم ليه؟ الطلاق تم لانه كنت بعالج بنتي وما كانش بيرضى. هي مش بنته؟ بنته. يعني ايه مش راضي؟ مش قال هو ربنا جابها كده سيبيها. فانا ما كنتش راضيه، قلت لا برضو اعالجها علشان خاطر يعني يمكن تبقى كويسه. وفعلا لا، يعني اسمع بس من مدام عزيزه، انا يعني هي جوزك خلفته مع بعض البنت دي؟ انا جايبه مخلفه منه ولد وبنت، والبنت دي الاخرانيه. البنت دي كانت مريضه وهو رافض انها، هي عندها متلازمه داون، وهو رافض انه حضرتك تعالجيها. حصل خلافات. فانت طلبتي الطلاق ولا هو اللي رمى عليكي اليمين؟ لا، هو الاول بقى يضرب الولد ويقول له ما تروحش المدرسه، لا استنى اعلمك صنعه. فانا بقيت اقول له لا سيبه في المدرسه ويطلع من المدرسه معاك، يقعد معاك في الورشه. حصل بقى خلاف، انا عايزاه يتعلم هو مش عايزه يتعلم. بس الخلاف ده هو بقى اللي خلاه هو يطلقني. قال لي انت مش سامعه الكلام، مش بتسمعي كلامي، مش عايزه تعالجي بنتك وعايزه تودي ابنك المدرسه، وانا اجيب لكم منين؟ ده اللي خلاه طلقني. ويعني حضرتك ما كنتش عايزه الطلاق؟ لا، انا ما كنت رافضه الطلاق، عشان معايا بنت مريضه وولد وبنت تانيين في الدراسه. وهو يعني انت مطلقه مش باختيارك، هو حطك قدام الامر الواقع عشان عاوزه تعلمي ابنك وعشان عاوزه تعالجي بنتك، وقال لك انا انت ما تسمعيش الكلام وهطلقك. حسيتي بايه لما اتطلقتي؟ طبعا بجرح كبير، وانا ما معيش شهاده، ما معيش حاجه استند عليها، والحمد لله. طيب بعد ما اتطلقتي هل حسيتي انه المجتمع بقى ينظر لك نظره مختلفه؟ ازاي؟ عشان انا في الصعيد. ازاي؟ يعني لو حد صبح عليا وانا واقفه تقول له ما تصبحش عليها، بتصبح عليها ليه؟ مين اللي تقول له؟ جارتي. بتصبح عليها ليه؟ لو حد كلمني ما تكلمهاش، دي مطلقه. ففعلا بيتبص نظره للمطلقه نظره مش تمام. طيب انا هرجع للموضوع ده مع حضرتك، بس خلونا يعني نشوف التقرير اللي عملناه لحضراتكم في مساء القاهره، وارجع مع حضراتكم. العيب على الطرفين، عدم الخبره من الطرفين، وسوء تربيه من الاهل وتدخل منهم. مشكله في عده نقاط، واحد اللي هو سوء الاختيار، اتنين الوضع الاقتصادي اللي احنا بنعيش فيه، ثلاثة النظام القانوني للطلاق أو الأحوال الشخصية اللي بيتم في البلد هنا. مفيش تفاهم، مفيش حب، مفيش رحمة كده ما بين الزوج وزوجته. بسبب عدم التفاهم بين الطرفين، وساعات بيبقى في عوامل خارجية زي العيلة، ضغوط العيلة، ممكن طرف من الطرفين مش عاجبه النظام، فده ممكن يكون سبب نسبة الطلاق عالية. بسبب استعجال المهات في الجواز، تبقى البنت لسه عندها 20 سنة 19 سنة بتفكر الشاب ده هي حبيته خلاص عايزة تتجوزه، ما بتفكرش في حياتها بعد كده، في ان هم متفاهمين ولا لا، لان الدنيا كلها مش حب بس، لازم يكون في تفاهم ما بين الاتنين، والحياة تكون تعرف هي هتقدر تكمل معاه بعد كده ولا لا. هي بتفرح بان هي هتتخطب وتعمل خطوبه وتتجوز، وهي اصلا لسه البنت يعتبر عقلها ما بيكملش الا هي عندها 24 سنه، اقل من كده ما بعتبروش جواز ناجح ابدا. النقط على الحروف ما بتتحطش من البدايه خالص،
لو اتحطت نقط على الحروف وايه اللي ليه وايه اللي عليه هتساعد شويه اللي هي تخفف، لكن مش هتمنع. مفيش تفاهم، المسؤوليه كلها على الزوجه، الزوج شايل ايديه من كل حاجه كويس. طبعا الزوج كل ما بيكبر كل ما برضو ايه، لو لقيلك واحده كده ولا كده عينه بتزوخ. حكم مهنتي كمحامي بشوف ده كتير جدا في المحاكم، يعني انا بشوف حالات الطلاق كتير جدا، وبالذات بالنسبه للسن الصغير، يعني بتبقى البنت لسه مثلا يا دوبك 18 سنه 18 ونص. يعني انا عندي قضيتين في المكتب، بنتين كل واحده فيهم يا دوبك قعدت مع جوزها، واحده قعدت شهرين وواحده قعدت 15 بس. هو بيفرق من حاله لحاله، يعني في حالات ما ينفعش ان هي تكمل فيها فيبقى احسن، وفي حالات لا ممكن تكمل وما يبقاش احسن لو في بيت واولاد وممكن حاجات تتصلح فمش احسن. يعني النهارده من غلو المعيشه اللي احنا عايشين فيها، يعني نفر بيروح بيشتغل طول النهار وبيروح ما بيلاقيش راحه في بيته، فبتحصل مشاكل من هنا ومن هنا، فعلى كده بيطلق. احيانا بيكون في ضغوط اسريه من ناحيه ده او ده، اللي هو اللي بيسموه زواج الصالونات، فبيترتب عليه بعد كده ان مفيش توافق في الاسره عموما، فبيتاثر على العلاقه بينهم وبين بعض فبتؤدي الى الطلاق. ضغط الحياه، المشاكل اللي بتمر بيها البلد وكده، طبعا الظروف هي دي اللي بتبقى سبب في المشاكل. يعني ما لما الناس لما تبقى قاعده مرتاحه نفسيا وماديا ما بيحصلش مشاكل. اهلا بحضراتكم من جديد في مساء القاهره، وما زلنا نتحدث ونفتح هذا الملف الشائك اللي كتير في مصر بيعانوا منه. ما نقول ست حالات كل ساعه طلاق في مصر، ما نقول 170 الف حاله طلاق في السنه الاخيره بس في مصر. بالتاكيد يعني هناك الكثير من علامات الاستفهام التي نريد لها اجابات، والمذهل انه معظم حالات الطلاق دي بتتم عن طريق الخلع. خلينا نسأل حضرتك يا أستاذة ليلى، حضرتك رئيس جمعية الفرسان، الجمعية دي حضرتك أسستيها لما حضرتك شخصيا اتطلقتي، صح؟ بتعملوا إيه في الجمعية دي؟ أتكلم عن طلاقي ولا عن الجمعية؟ يعني إزاي أسستيها لما اتطلقتي؟ بصي، هو أنا اتجوزت وأنا 21 سنة وطلقت 25، فما كنتش لسه صغيرة جدا. أول ما اتطلقت لقيت كل اللي حواليا، كنا احنا ست صحابي اتطلقنا، بدأت أنزل في الشارع حتى في المواصلات سبحان الله ألاقي حد بيعيط مالك حبيبتي بتعيطي ليه متطلقة والولاد والنفقة والرجل، فحسيت إن دي رسالة من ربنا إن أنا لازم أعمل للناس دي حاجة، فبدأت أخدت إجراء تأسيس جمعية خيرية حماية للولاد اللي هم أبناء المطلقات وللمطلقات نفسهم، عشان أنا كنت حابة كمان أعمل نقابة للمطلقات، قالوا ده ما ينفعش، المطلقات ما لهمش حقوق خالص. الراجل بيقهرها في الطلاق، كسروا المرأة طلقوها، أما الست بتبقى مجروحة ومكسورة، وكمان بيهدر حقها في النفقة، أما بيشوفش ولاده في الرؤية، بيبقى في ظلم كتير واقع على الست. فأنا حبيت أعمل الجمعية دي نوع من أنواع تخفيف عبء عنها في المصاريف، أولا بنحاول نوفر لهم شهريات، لو في واحدة متعلمة بنحاول نوفر وظائف، بنكون واسطة في الوظائف. مؤخرا كمان بقيت اجوز العرايس دي بقيت الموضوع وسع. في الولاد نفسهم بنحاول نعمل لهم، ولاد المطلقات اصعب حالا من الايتام، الايتام كل الناس بتجري عليهم وبترقف بيهم، المطلق ده ابن المطلقه بيكون منبوذ من المجتمع، بيتعامل معامله وحشه، هو انت ليك اب روح لابوك يصرف عليك. بيجي لي شكوى كتيره من المطلقات، احنا ما بنروح جمعيه زي رساله والارمان، لا لازم يكون ايتام ما بناخدش مطلقات، فبيبقى في قهر واقع على الايه، على الست المطلقه وعلى اولادها، هي هتصرف عليهم منين؟ كمان في مشكله بتقابلنا في وزاره التضامن الاجتماعي، لما المطلقه بتروح عشان تطلب معاش، الموظفات دي كتير حصلت تقول لها انت صغيره لا تتجوزي لا تشتغلي، طب ده معاش حكومه وهي من حقها ومن حق اولادها ان الحكومه توفر لها معاش، هي فعلا الحكومه عاملاه، بس الموظفات بيضايقوا الستات وبيجي لي مقرات وبيعيطوا. حابه اعمل ناحيه ترفيهيه في الجمعيه، بنحاول نخرج الستات دول، بنعمل حفلات، حفله عيد الام، بنعمل حفلات للولاد والامهات نفسهم عشان يتكيفوا مع المجتمع. انا واحده ربنا يرحم والدي رحمه واسعه علمني واداني شهاده، فاما اتطلقت واجهت المجتمع كويس، وقفت على رجلي، اشتغلت، عملت جمعيه ساعد الناس. كان في حسن، اتطلقتي ليه؟ والله هو انا هو كان ابن خالي واخويا اتجوز اخته جواز بدل، ف
فاخويا طلق اخته فطلقوني من غير يعني كده قهرا يعني. بس رضيت بحالي الحمد لله رب العالمين، ما بصيتش ورايا، بصيت قدامي هقدر اعمل ايه لنفسي ولغيري. في ناس ضعيفه ما بتقدرش تشتغل، مطلقه بتبقى مقصوره مقهوره، في ظلم، مش قادره تواجه المجتمع، بيحصل من الاسره عليها كبت، ما تخرجيش متاخر. انا كان معايا 3 حالات دلوقتي جايين برضو عشان الوقت متاخر هنا، اخويا هيطردني من البيت والصبح هلاقي ولادي في الشارع، مش هينفع اقعد متاخره في البيت. ففي قهر اسري ومجتمعي، فاحنا يعني انا جمعيتي بس مش هينفع، احنا عايزين نعمم الفكره ان المطلقه واولادها يلاقوا اهتمام شويه من المجتمع، بلاش نظره ان هي خطفت رجاله وعايزه تتجوز جوزي. اول ما الست بتطلق نظره صحابها بتتغير، قرايبها لا ما تخشش بيتي دي هتخطف جوزي دي بقت مطلقه، كل دي مشاكل بتقابلني. كان عندي حاله الله يرحمها توفت مطلقه، جالها والعياذ بالله السرطان، جوزها اول ما جالها المرض طلقها، كان معها بيبي 2 سنين وحامل في بنت، قعدت 7 سنين تعاني في المرض وهو ولا بيشوف عياله ولا بيصرف عليها ولا اي حاجه، ماتت. انا بغسلها ما شاء الله لا قوه الا بالله، امر على الغسل، مصبرها على المرض على الطلاق، كانت منبوذه من اسرتها كمان، يعني مش هي مطلقه ومريضه، كمان كان اخواتها بيقول لها اخرجي اشتغلي، طب هي مريضه. فانا عايزه من الدوله توفر فعلا لاي واحده مطلقه معاش، ما ينفعش نقول لها انت صغيره اشتغلي، ما صغيره اشتغلي في طمع. انا كان عندي برضه ستات مطلقات، انا عندي حالات كتير طلاق، ممكن تشتغل صاحب الشغل يطمع فيها ومن غير جواز، يبقى في احنا بنعرضها ان هي بتنحرف، لا انا عايزه اعفها وعايزه الم الدنيا، فاهماني؟ فدي برضه محاوله مني صغيره، انا عايزه تعميم مجتمعي والناس تساعدني. بتعملوا ايه بقى في جمعيه فرسان للمطلقات؟ لا احنا مش مطلقات، احنا من الاعمال الخيريه كلها. انا عارفه بتعملوا ايه للمطلقات. هو الاساسي توفير معيش، كفاله شهريه بسيطه اي نعم بس بتساعدها، بنوفر شنطه غذائيه برضو للمطلقات والايتام. يعني انا عشان انا مطلقه وحاسه يعني الحمد لله رب العالمين ظروفي الماديه كويسه، بس حاسه بيها، فانا عارفه ان هي مجروحه، هي محتاجه اكتر من يتيم، فاحنا يعتبر الجمعيه الوحيده اللي بنساعد المطلقه، كفالات وشنط ورمضان ومواسم بنساعدهم. ظروفك الماديه كويسه منين؟ نعم لا من بابايا الله يرحمه، كان سايب لي ورثي الحمد لله، فما اضطريتش اشتغل. انا عملت جمعيه خيريه كنا احنا واهلي بنصرف عليها الحمد لله رب العالمين، فالرساله جات لي ان انا اتكاتف حوالين الناس دي، مش هبص لنفسي وان انا اروح اعمل مشروع ولا اتجوز تاني واشوف نفسي. انا بقالي 11 سنه مطلقه. عندك اولاد؟ عندي ولد. في اعاقه ولا حاجه؟ هو احنا عشان جواز القرايب كان في نسبه اعاقه، بعدها برضو الحمد لله رب العالمين تحديت الظروف دي، هو كان سهل جدا، دي جابت لي عيل عبيط انت طالق. انا رحت اخذت الحمد لله رب العالمين دوره تخاطب في جامعه عين شمس بتخصصيه تخاطب، وعالجت ابني وغيره، يعني انا ام جهاد دي اعرفها ان بنتها عندي حاله في التخاطب، جهاد وغيرها. جمعيه بدات تتوسع، انا كنت تخاطب، فدي مامتها مطلقه، لا تعالي معانا دي يتيمه تعالي معانا، فنشاط الجمعيه بدا يوسع من كده. دكتورة سامية حضرتك شايفة يعني كلام مدام ليلى بتقول كلام يعني خطير، المطلقة مقهورة، المطلقة نظرة المجتمع ليها ان لا ابعدوا عنها، دي ممكن تبص لجوزي، دي خطفت رجالة، هل بعد كل السنوات وكل اللي مرينا بيه في مجتمعنا المصري هل ما زلنا ننظر للمطلقة هذه النظرة؟ وليه هل لازم اي مطلقة تكون مقهورة؟ هو طبعا ما نقدرش ان احنا نعمم، يعني المجتمع عندنا بقت فيه فجوات كبيرة جدا، وكل مرحلة ليها مشاكلها، وكل طبقة برضو ليها مشاكلها، لكن بالتأكيد ان ما زالت عاداتنا وتقاليدنا في المجتمع المصري بتضغط على المرأة بشكل كبير جدا، رغم ان المرأة وصلت الى ان تكون وزيرة وسفيرة ومحامية ومذيعة وأستاذة جامعة، لكن ما زالت المرأة بتشعر في قرارة نفسها أحيانا بالقهر نتيجة أننا ما زلنا نعطي الرجل دائما الحجج الواهية بأنه ليس على نفس المستوى ولا حتى الإنساني للمرأة، وتشعر المرأة في كثير من الأحيان فعلا بالقهر، وتشعر أنها منبوذة إذا وقعت في مشكلة من المشاكل. ولكن طبعا هناك طبقات أخرى المرأة تستطيع أنها تعيش حياتها حتى لو كانت مطلقة،
لكن بالذات في المجتمعات البسيطة بنجد ان المرأة بتعاني وتعاني بشكل كبير جدا، وكل من حولها ينظر اليها نظرة فيها ازدراء وفيها اهمال. هل كل امرأة مطلقة لازم تبقى مقهورة؟ ما انا بقول انه حسب الطبقات وحسب القدرة. هي بتقول لك انا معايا فلوس عشان كده ما حسيتش بهذا، انا كنت واخدة يعني كورسات في جامعة عين شمس ما حسيتش بده، لكن اخرى بتشعر اكتر ما يمكن. وكمان الحقيقة ان احنا كمجتمع ما بنساعدش المرأة كما يجب، فبنجدها ان هي بتبقى شايلة عيالها واحيانا تصرف على عيالها، جوزها قاعد في البيت بياكل ويشرب وينام وعايز يستمتع بس بيها وخلاص. لما بيلاقيها انها مشغولة بطفل مثلا عنده مشاكل مختلفة، مش فاضياله، تعبانة، قلقانة، بنلاقي ان هو لا يشاركها ذلك. وعلى فكرة احنا بندي هذا يعني بندي للرجل هذا الحق بشكل غير طبيعي. شوفي افلامنا وشوفي مسلسلاتنا ازاي بنطلع الراجل ان هو ده حقه، اصله زهقان، اصله ما عندوش مرارة، اصله تعبان، كل هذه الامور الانسانية اصبحنا نغفل عنها بشكل كبير. واكتر حاجة بتقهر المرأة شعورها بالوحدة، شعورها بالوحدة حتى لو حواليها ناس. فإحنا الحقيقة محتاجين مراجعة هذا. أيوة المرأة المطلقة مقهورة، وخاصة إذا كانت لا تملك المال، وخاصة إذا كان كمان أهلها مش بيدعموها، ما بتلاقيش ظهر وراها، فده عملية في منتهى الخطورة، وخاصة إذا كانت مش متعلمة، خاصة إذا كانت مش لاقية شغلة، وخاصة إذا كان معها ابن للأسف عنده احتياجات خاصة. دي كلها أمور في منتهى الصعوبة. مدام عزيزة، أنت حاسة أنك أنت اتقهرتي بالطلاق؟ حاسة أن أنت ست مقهورة؟ طبعا، لأن البنت عايزة أعالجها، عايزة أجري بيها، عايزة أروح، أطفال عايزة تتعلم معايا، كانوا ربنا ساعدني وألهمني بشغل في البيت وعلمتهم وجوزتهم، والبنت دي عالجتها تشوفيها تمام يعني. بس يعني الصعيد غير هنا. ازاي؟ في الصعيد عيب، ودي خرجت رايحة فين، ودي شوفوا جاية منين، ويعني الكلام ده. انا جيت مؤخرا يعني من الصعيد. في مجتمعات في مصر اساسا بترفض فكرة الطلاق في حد ذاتها، يعني الطلاق نفسه عيب. بيقول لك عيب الست تتطلق. اقعدي عيشي زي بعده، عيشي استحملي وكملي. عيشي وخلاص، ايه يعني ما يعالجش بنته؟ مش لازم يعالجها، هي ربنا بقى يتولاها. بس الحمد لله. ما فكرتيش خالص في العشرين سنة اللي فاتوا تتجوزي تاني؟ لا 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 لا، خلاص لا، قاطعة ليه؟ معايا بنت محتاجاني، محتاجة ان انا اقف جنبها اعلمها ده غلط، لا كذا، زيها زي طفل عادي. اما تشوفيها زيها زي طفل عادي، ده غلط ده صح، لا كلي بالشوكة، لا امسكي ده، اعملي ده كده. وهو احنا مننا احنا يعني الام هي اللي مفروض تعلم اطفالها. يعني في معاقين كتير ما بيعملوش زي بنتي. انا بنتي بتاكل الشوكة والسكينة وتتكلم كويس وكده. ايه اكتر حاجة كسرتك في موضوع الطلاق؟ علشان خاطر ولادي بس. لا انت انت كامرأة بصرف النظر عن الولاد. كامرأة يعني انا كنت وانا صغيرة كنت حلوة. فازاي يعني انا مثلا بيطلقني؟ يعني انا ما شفتش واحدة بتقول حاضر ونعم وطيب وجوزها بيطلقها، استغربت. انت كنت بتقولي حاضر ونعم وطيب؟ رأي حضرتك ايه يا دكتورة سامية في الموضوع ده؟ هو والله هو كتير جدا دلوقتي، يمكن تكون اتطلقت عشان بتقول حضر ونعم وطيب. البنات دلوقتي انا بشوفهم طبعا ده مش يعني مش دعوة للتمرد، لكن انا بشوف البنات الصغيرة دلوقتي اللي بيقولوا حاضر ولا طيب ولا نعم، وبيفوضوا كل حاجة وماشيين بدماغهم يعني. فانا بضحك ببراءه شديده، يعني ببراءه شديده بتقول حاضر ونعم وطلق. انا شايفه انها قالتها مش ببراءه شديده، بقدر ما قالتها بواقعيه، بالم شديد.
بألم شديد بنفس مكسورة. وأنا ضحكت لأني أنا بشوف البنات بتوع دلوقتي يعني وكأنهم يعني تنبهوا إلى الدرس بين اللي بيقول حاضر وطيب ونعم على طول، فعلا يعني يتحول إلى إنسان مقهور. فبشوف أنهم ما بيقولوش حاضر وطيب ونعم زي ما كانت يعني زمان الناس فعلا كانت تقول حاضر وطيب ونعم. الستات محتاجة تعمل حركة تمرد ولا إيه؟ هي يا بصي طبعا الوسطية مهم، وانا واحنا طبعا شعب وسطي ومعتدل، لكن احيانا بيحتاج الراجل ان حد يقوله لا وما يقولوش حاضر وطيب ونعم. محتاج احيانا محتاج جدا. ولا غالبا؟ لا احيانا ولا دائما؟ اصل غالبا ودائما هنبقى هو بقى ايه اللي مقهور ويجي بعد كده حضرتك ويبتدي ونعمل بقى حلقه تانية. لكن لا احنا اعتقد ان برضو هي محتاجه انها تقول لا احيانا، محتاجه تقول ما ينفعش. ما قلتيش لا ولا مره؟ لا، لان عندنا في الصعيد عيب. بس انت قلتي لا، انت قلتي له لا على بنتك، قلتي له لا على ابنك، لا ما يشتغلش، لا يدرس، لا في الاخر في الاخر لما تعبت وقفت عشان ولادي. لكنها كانت مهدده، خلي بالك. طب انت ما قلتليش لا خالص على حاجه تخصك انت شخصيا؟ لا، هو كان بيجبرك على حاجه انت عايزاها؟ انا زهقت من قوله حاضر حاضر حاضر، انا زهقت واتخنقت من قوله حاضر. طيب مش عارف. زهقت من قوله حاضر. طيب يعني انا مش عارف، احيانا هو الاختيار من البدايه كان غلط؟ طبعا الاختيار غلط، لكن احيانا بيكون غصب عنها. هي في الصعيد اتجوزي ده حاضر، ما بينفعش، وبتفضل تقول حاضر لغايه بقى ما يعني اما ان تعيش طول حياتها تقول حاضر، او ان هو فعلا يقول لها كفايه كده حاضر ومع السلامه. فكل ده بيحدث. لكن عموما هي ضحت نفسها، لكن هي ما رضتش تضحي بمستقبل ولادها. وقالت لا في الحاجات هي المتعلقه بمستقبل ولادها. يعني هو مش عارفه اقول عليه اب ازاي، ان هو مش عايز ولاده يتعالجوا، مش عايز بنته تتعالج، مش عايز ابنه يدرس. خلي بالك هي ام، فالامومه عند واضح ان الامومه عندها عاليه جدا. هي يعني ما هو في كل حاجة، في أمهات بتحسي أن عندهم الأمومة عالية جدا، وفي أمهات ما بيبقاش كده، في أمهات بتسيب ولادها بتروح تجوز، يعني لما جوزها بيموت بتسيب ولادها وبتروح تتجوز وتسيبهم في الشارع حتى. لكن هي الأمومة عندها عالية جدا. سألتي سؤال هل الاختيار كان خطأ؟ هي ما كانش ليها يد في هذا الاختيار. انت اجبرتي على الجواز ده؟ انا محدش هناك يقول ولا لا. ده انت صغيره وجوزك توفى وانت صغيره، ما تقعديش، ما ينفعش. انت كنتي متجوزه قبله؟ انت كنتي متجوزه قبله وجوزك توفى وانت صغيره، فجوزوكي ده على طول. ما ينفعش ان انا اقول لا. اللي تقول لا عيب. لو هذا هو المجتمع فبالتاكيد لازم نسب الطلاق تزيد. وانا عايزه الناس اللي بيتفرجوا علينا يعني يشاركونا في هذا الحوار، الطلاق واسبابه، وهل الست لازم تقول حاضر ونعم ولا تتمرد ولا تعمل ايه؟ يعني اللي قالت حاضر ونعم مش عاجب، واللي بتقول لا متمرده طب يعني لا هي ايه الحل؟ بصي هقول لك على حاجه، هو مش معقوله هي هتقول حاضر وطيب ونعم على طول. ده مرفوض. هو مفروض زي الدكتوره ما بتقول، معلش عن اذن حضرتك، زي ما انت بتقولي مفروض يبقى في وقفه طبعا شويه كده وشويه كده، لان انا عرفت نفسي ان انا غلطت في قولة حاضر حاضر حاضر، غلطت. ومع ذلك برضو ما بنقولش ان المراه تقول لا على طول، فلابد ان يكون هناك توازن. الانسان انا يعني او اي انسان لما يلاقي ان اللي قدامه على طول يعني بيوافى على كل شيء وبيخضع فبيتركب، بيخضع على طول بيتركب. فلازم يكون هناك وسطية. وده على فكرة الحياة بتعلمنا، وبرضو الخبطات بتعلمنا، لكن برضو لازم ان احنا نتعلم كده. يعني نتعلم ان احنا مش معقولة في كل فترة نبص نلاقي انه ناس بتقع. احنا برضو في حاجة اسمها كرامة الانسان وحقوق الانسان. دي ايه؟ ما ده حقوق وثقافة الزوجين، وهم بيتعاملوا مع بعضهم
ازاي يتعاملوا، ازاي يتفاهموا. على فكره انا كنت ازاي يفهم صح ما هي بتقول له لا المره دي، ازاي يفهمها صح ما ياخدهاش على كرامته. عايزه اقول لك ان انا كنت من 10 سنين كده ناديت بان يكون في دورات تدريبيه لحديث الزواج عشان يتعلموا، لان انا شفت انا بره ان المراه مجرد ما بتكون هي حامل الزوج بيروح معاها بيشوف كل حاجه، ازاي يتعامل معاها، ازاي يتعامل مع الطفل، ازاي يشيل الطفل، ازاي لو هي تعبانه هو يقوم بهذا الدور، وبيخلوا الاب يشعر بهذا الطفل عشان يبقى فيه علاقه وفيه شبكه بينهم هما الثلاثه. لكن احنا عندنا لا، احنا اول ما المراه بتخلف ويبقى معاها طفل ايه اللي بيحصل؟ هو يبقى يشعر بالغيره من هذا الطفل، عايز دايما هو الاهم، هي هو الطفل الكبير المدلل. هو الطفل المدلل والكبير. وده على فكره عمليه خطيره جدا في مصر، لازم الرجل يشعر ان هناك امراه انسانه تحتاج ايضا ان تشعر بيه، وتحتاج ايضا ان يكون في تكافؤ بينهم فكريا وعمليا وثقافيا وروحيا. امتى الست بتقول لا انا لازم اتطلق لدرجه انها لو ما طلقهاش ترفع عليه قضيه خلع، وامتى هتقول لا اسفه ارفض الطلاق؟ لما تلاقيه متجبر، لما تلاقيه رافضها تماما نفسيا، لما تلاقيه ان هو مش متفهم ابدا مشاعرها، بتشعر طبعا بالوحده حتى لو كانت في احضانه. وهنا بتبقى فعلا رافضه هذه العلاقه وبتبحث عن الطلاق، وقد لا تستطيع ان تقوم بهذه الخطوه للممات اذا كانت تحتاج للمال. فبتضطر ان هي تقعد تخضع وتستسلم وتقهر. طيب احنا معنا استاذ وحيد من الجيزه، اهلا بحضرتك يا استاذ وحيد، اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا استاذه انجي؟ ازي حضرتك؟ ومساء الخير لضيفك الكرام. اتفضل. سعادتك انا يعني بختلف مع اراء ومع اراء ثانيه. طبعا الست اللي هي بتقول لك انا طلقت ليك 20 سنه، انا بس الصوت واطي انا مش سامعه كويس، بس بتقول لك انا طلقت ليك 20 سنه. طبعا ان لازم ايام زوج، ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان الست مطيعه للسيده عائشه والسيده خديجه، كان مطيعين للرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا احنا في مجتمع دلوقتي عمرنا ما هنيجي اخلاق زي اخلاق النبي ولا زي اخلاق الصحابه، فطبعا لازم الست برضه تستحمل للراجل، ان الراجل عامل زي الساقيه اللي بيلف ويقعد يدور، وانا عاوزه والعيال عاوزه ياكلوا والعيال عاوزه يشربوا، ده كله مكاليف. بس احنا في مجتمع وطبعا في دوله برضه الاقتصاد والدخل تعبان للاسره، الراجل هيبقى دخله 500,000 جنيه والبيت والبيت عاوز 3000 جنيه، هيجيب منين؟ هل يسرق ولا ينهب ولا يعمل؟ فالست لازم تستحمل عشان تعرف تعيش وتطلع الاسره بتاعتها. طيب. اسره مش متشرده. شكرا لحضرتك، وصلت فكرتك يا استاذ وحيد. علاء من القليوبيه، اهلا بحضرتك يا استاذ علاء. مساء الخير يا استاذه انجي، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام ولاسره البرنامج، وبشكركم على تناول هذا الموضوع مع حضرتك علاء وهدام، باحث اجتماعي بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه ببنها. ويمكن مشكله الطلاق دي احنا بندرسها كثيرا ولها اسباب كثيره جدا. النهارده عمليه اعداد الشباب المقبل للزواج وكيفيه الاختيار السليم دي السبب الاساسي في عمليه الطلاق، لان لو الاختيار تم على اساس سليم هيبقى في تفاهم ويبقى في تعاون بينهم وبين بعض، مش هيحصل الطلاق. ويمكن نسبه الطلاق في السنوات الاولى للزواج دي نسبه عاليه جدا وموجوده في المحاكم. يعني انا كان حضرتك لو استضفتي يعني مثلا بعض الخبراء الاجتماعيين اللي موجودين في محاكم الاسره كانوا هيوضحوا لحضرتك الاسباب اللي هي، لان في اسباب تافهه بتؤدي الى الطلاق ويمكن ما هياش يعني ايه منطقيه. والنهارده بقت نسبه الطلاق بقت تؤدي الى انحراف الابناء، ووصلنا لمرحله ايه؟ اطفال الشوارع. فبالتالي النهارده اعداد الطلاب في المدارس ويبقى في مواد دراسيه تدرس في الجامعات وفي المدارس الثانوي على كيفيه التنشئه الاسريه السليمه. الحاجه الثانيه الدكتوره لسه قايله اقتراح حلو قوي، يتم عمل دورات ارشاديه وتدريبيه للاسر اللي هي بتعاني من الخلافات واللي هي نقدر نعالجها ما توصلش لمرحله الطلاق. ليه؟ لان النهارده كل ده بيؤدي الى مشاكل وتراكمات في المجتمع. طيب. فاذا صلحت الاسره هنقدر نحل مشاكل. وصلت فكره حضرتك يا استاذ علاء. معانا من المنوفيه ام اياد. مساء الخير. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. الو.
اهلا بحضرتك اتفضلي. ام اياد حضرتك سامعانا؟ بصي انا بس عايزه اضيف نقطه. بس يا ريت بس توطي تلفزيون حضرتك. طيب حاضر اوكي. طيب حاضر اوكي. بصي حضرتك دلوقتي الراجل عندنا في المجتمع فعلا زي ما المدام اللي قاعده قالت عايز حاضر ونعم وطيب واوكي، وعايز الست فعلا تبقى بتنفذ له كل طلباته ومطلوب منها انها تصبر وتستحمل وتعيش، ولما تيجي تشتكي لاهلها يقولوا لها لا انت اللي غلطانه عيشي عشان عيالك، انت معاكي ولد وبنت. يعني انا معايا ولد وبنت، انا معايا اياد وجنى ماشي، ومعايا جوزي، احنا غير متكافئين خالص في العقليات. يعني احنا كان جوازنا مجرد جواز صالونات ماشي، حبيته في فتره الخطوبه وعجبت بيه وعجبت باخلاقه وكده، بعد الجواز اتحول 360 درجه. لقيت حاجه غريبه مع اهله، يعني انا متربيه في مصر هم هنا في المنوفيه عقليات ثانيه، عقليات غريبه عني. فبرضو عدم تكافؤ الراجل مع المراه بيسبب مشاكل جامده جدا في الحياه. يعني انا ببقى مستنيه منه ردود افعال او رياكشن معين في المعامله ما بيني وما بينه ما بلاقيهاش. يعني دايما اقول له حس بيا، افهمني، حاول تبقى تعرف من نظرتي انا عايزه ايه، لما ازعل منك تعرف تراضيني ازاي. انا يعني واحده من الناس اللي حياتها ما فيهاش اي مرضيه، فعايزه اقول لحضرتك ان اهم حاجه في اسباب الطلاق عدم التكافؤ في العقليات وفي المشاعر وفي الاحساس. تمام، وصلت فكره حضرتك، شكرا ليك يا ام اياد. معانا من الشرقيه مين يا جماعه؟ استاذ مجدي من الشرقيه، اهلا بحضرتك استاذ مجدي، حضرتك معانا؟ طيب الخط قطع. يعني الناس كلها يعني بتقول او قعدت كلها تحلل في اسباب الطلاق، كل حد قالها من وجهة نظره. يعني لما راجل اتكلم قال يعني الست تستحمل الراجل ويبقى راجع وتعبان خليني اكمل محرك بس ارجع لنا استاذ مجدي من الشرقية. اهلا يا استاذ مجدي اتفضل. السلام عليكم استاذة انجي، بنحيى حضرتك فعلا على البرامج الشيق اللي بتقدميه وبنستفاد منه استفادة كاملة. حضرتك طبعا المشكلة دي في خصوصا في الأرياف بتبقى مشكلة ضاغطة جدا على الأسر وعلى البنت نفسها. حضرتك تتخيلي ان انا في مدرسة من سن 15 لسن 17 مرحلة الدبلوم عندي اكتر من 17 18 بنت مطلقة، ده لسه ما وصلوش سن ال 17 18 سنه. طبعا احنا في الارياف ارتفاع نسبه الجواز في السن الصغيره، طبعا البنت مش بتبقى مدركه يعني ايه علاقه زوجيه اصلا، ولا يعني ايه كذا، ولا فاهم اي حاجه. وطبعا اللي بيبقى جاي بيبقى نفس المشكله، قالت ما بتقابلهم الظروف. يعني تتخيل حضرتك ان في بنت اتطلقت عشان جوزها مش عاوزها تروح الامتحانات، هي عاوزه تروح تمتحن وهو مش عاوزها تروح تمتحن. طيب بنت طالب، طبعا لا في تقدير لمسؤوليه لا في كذا، دي جريمه بيشترك فيها اولا الشرع اللي ما حددش القانون، اقصد الشارع اللي ما حددش تفعيل قانون سن الزواج للبنت، الاهل اللي عاوز يخلص من البنت وخلاص، طبعا العبء الثالث البنت بتطلع تبقى فريسه للمجتمع. فاحنا مع الاستاذه اللي هي عامله الجمعيه دي، يا ريت تسيب رقم الجمعيه لان في بنات انا اعرفهم وسيدات. يعني تتخيلي لما يبقى مدرسه معي اكثر من 12 مطلقه واكثر من 17 بنت او 18 بنت في السن ده محتاجين مساعده، احنا ما بنيجي نساعدهم انا ما اخش مثلا اقول لا انت ليه. وصلت فكره حضرتك، شكرا جزيلا حضرتك يا استاذ مجدي. معانا مصطفى من هنا اتفضل. اهلا مساء الخير. مساء النور. انا بطالب منكم محافظ جنا، مطالبين على شقه من محافظ جنا وما جالهاش لغايه دلوقتي، ودافعين الفلوس احنا وكل حاجه. انا مش فاهمه حضرتك ومش سامعه. ايه انا مش فاهمه حضرتك بتقول ايه ومش سامعه، واضح ان حضرتك بتتكلم في موضوع غير موضوعنا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. معانا طلعت من الغربيه من الدقهليه. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. لو سمحت يا استاذه انا عندي مشكله كده وان شاء الله ربنا يسهل كده وتحلوها لنا. هي ليها علاقه بموضوع حلقتنا، احنا بنتكلم عن الطلاق. لا
لا سعادتك انا كان عندي طيب يعني موضوع حلقتنا النهارده طلعنا، بس استاذن حضرتك ترجع لزمايلي في الكنترول هم ياخدوا تليفون حضرتك ويشوفوا المشكله مع حضرتك. جماعه احنا بنتكلم عن الطلاق والمطلقات ونسب الطلاق التي زادت في السنوات الاخيره في مصر، هذا هو الموضوع اللي نناقشه. يعني نبقى ممتنين لحضراتكم لو حضراتكم بتكلمونا علشان تناقشوا معانا هذا الموضوع. يعني واضح انه كل واحد زي ما قلت لحضرتك بياخد سبب الطلاق لحته مختلفه. هو طبعا في اسباب كتيره واحنا عددناها، بس انا هل سمعت في أسباب؟ حد قال انه الدوله مش محدده سن للزواج. لا، الدوله محدده سن 18 سنه للزواج، وانه طبعا بيحصل غش وخداع في كثير من الاحيان، وبيحصل ان الطبيب نفسه ممكن يسنن البنت ويقول انها عندها 18 و19 وهي يكون عندها 14، فهذا موضوع في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. لكن ان احنا نقول الدولة ما بتحددش سن قانوني، لا بتحدد، لكن طبعا احنا عارفين كلنا ان هناك غش كبير جدا جدا، وخصوصا لبعض الاباء الجهلة اللي عايزين تخلصوا من البنت على اساس ان هي يعني ممكن تجيب لهم مشاكل، مش محتاجينها، مش هتخرج تشتغل، فيقول لك ان احنا احسن حاجه نديها الاول من يطرق الباب فيزوجوها وهي صغيره، وبيحصل غالبا انها بترجع لهم تاني، مش بترجع لهم لوحدها بقى، بترجع لهم بعيل وعيلين وثلاثه. عشان كده احنا بنقول لازم يتجوزوا في سن معقول، لازم يبحثوا عن الزوج ده يقدر ان هو يتحمل المسؤوليه ولا لا، ولازم كمان يكون في تكافؤ. وطبعا احنا بننادي برضه بان المراه نفسها تكون يعني تتعلم وتنزل تشتغل، على الاقل تعرف حرفه، عشان لما يحدث هذا الطلاق ما تبقاش عبده للاخرين او تبقى طمع للاخرين. يعني واحده زي مدام عزيزه ظبطت نفسها بشغل، تعملي شغل في البيت علشان تقدري تساعدي نفسك. انا كنت بخيط. يعني قلت للناس انا هخيط، قلت لهم انا هخيط، واللي عايز طبعا انا مش متعلمه الخياطه قوي، هصلح تصليحات. فبقيت اعمل فرش كنب وستاير، والهدوم اللي هي واحده مش عايزاها تجيبها اعملها بجامات لاولادها وبنطلونات وحاجات زي كده، ايدي بقى خدت واستمريت. يعني برضه ده كافحت وربيت ولادها، اشتغلت كافحت عشان تربي اولادها، وجوزها مش عايز لا يصرف على الولد المعاق ولا الولد مش معاق، الولد ما بيصرفش عليه في المدرسه، البنت هي اللي معاقه. بالظبط، مش عايز لا يصرف على الولد علشان ده ما شافهمش خالص لحد ما توفى. بعد ما طلق ولا جاش شافهم ابدا. كيف تكون هذه الانسانيه؟ كيف يكون هذا رجل؟ احنا بنقول الرجل الشهم اللي 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 بيبقى شايل الحمل، فاحنا شايفين ان بعض الرجال مش بيشيلوا الحمل، بيرموا الحمل، مش عايزين يشيلوا هذا الحمل، مش عايزين، ما عندهمش لا حنان ولا عواطف اب ولا حتى شهامه الرجل. فدول الحقيقه محتاجين ان هم تعيدي صياغه هذا، هل هذا هو رجل؟ لا، ما تقوليش عليه رجل. احنا معانا مدام عبير من القاهره، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا بالنسبه لي مشكلتي، انا زوجي لما اتجوزته كانت والدته مطلقه، وهو اتربى مع مرات اب، وكان في النتيجه بعضها برضو حصلت، مرات ابوه ساب البيت، فانا طبعا لما قابلته اتجوزنا وكل حاجه وخلفنا بنتين. كانت النتيجه ان تاثير الطلاق ظهر ان البنتين ما بقى عرايس، بيعاملني كمرات اب، يعني مالكيش دعوه بيهم، ما تحاوليش ان انت تقولي لهم على الغلط، اقعدي في اوضه لوحدك. خلى البنات حتى بقت بتمد ايديها عليا وتضربني. وشتيمه فيا. دلوقتي بقت اصبح في النتيجه مش عارفه انفصل ولا ما انفصلش، وقاعده لوحدي، البنات ما لهمش، ما يخلوهمش ان هم يتصلوا بيا ولا يسالوا عليا. لو اتصلت بيهم ما تتكلميش هنا تاني، ليه؟ الهدايا جامده جدا ليهم. كل اللي نفسهم فيه بيعمله لهم طول ما انا بره البيت. واصبحت ما فيش، طبعا سرق مني بناتي قصاد اني عقده في حياته، ما اعرفش، عشان كل يعني اتربى بالنسبه للطلاق. اصبحت انا دلوقتي علشان ان انا اتجوزت واحد معقوله كانت حياته كلها
في طلاق. طيب. والده منفصل عن مامته، اخواته منفصلين عن زوجته. خليكي معايا مدام عبير، تحبي حضرتك يا دكتوره تسالي مدام عبير حاجه؟ والله انا ما سمعتهاش كما يجب يعني. والله احنا كلنا مش سامعينها كما يجب، الصوت يعني بصراحه يعني وحش جدا. انا شخصيا برضو مش سامعها كما يجب. طيب انا بشكر حضرتك يا مدام عبير. يعني معانا طيب كريم من الجيزه، بس اتمنى زمايلي بس الصوت يبقى واضح علشان اقدر اتواصل مع الناس. استاذ كريم اتفضل. ايوه مساء الخير يا فندم. استاذ كريم اهلا بحضرتك اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. بمساء لحضرتك وعلى الضيوف اللي معاكي. مساء الخير. الحلقه اللي انت عاملينها كويسه قوي، بس يا ريت نناقش ازاي نتعامل مع الناس. يعني برامج توعيه كده تعرف الراجل يتعامل ازاي مع مراته، تعرف الست ازاي تتعامل مع جوزها، احسن ما نفتح طرق للطلاق وطرق للمشاكل. تمام. لا نخلي الدنيا وردي، نفتح الدنيا، نعرفهم ازاي يتعاملوا، ازاي يعيشوا حياه سعيده، ازاي يبداوا. انا مش شايف في مشكله، ان المشكله في الشخص نفسه. ما هي يعني فعلا كانت الدكتوره بتتكلم في الموضوع ده، انه يكون في دورات تدريبيه لحديثي الزواج. تمام يا فندم. انا حد بفتح شركه، بشتغل من الصبح من الساعه 10 برجع 11 بالليل. تمام. بيبقى البيت بالنسبه لي حاجه للراحه. حاجه استجم فيها، ارتاح فيها. تخيلي معايا لو المكان ده فيه مشكله، ازاي بيت الراحه اللي انا عايز ارتاح فيه اتحول لمشكله، اتحول لجحيم. فلازم اوفر للزوجه بتاعتي كل طلباتها عشان توفر لي هي الراحه اللي انا محتاجها. فاكيد لازم يبدا مننا عشان هي تقابلني بالحاجات التانيه اللي هي المفروض تبتسم في وشي، هتحضر لك كويس، تعامل الاطفال معانا كويسه، ابقى مستمتع معاها ومستمتعه معايا. والحاجات دي احنا دي اللي عايزين، البرامج دي اللي عايزين نناقشها او نتفرج عليها معاكم. لان كل ما بنتفرج على حاجات مشاكل، مش عايز اقول لك بنكتئب قد ايه. بيتاثر علينا سلبي، على الاطفال اللي بتسمعكم. احنا بنزود المشاكل ما بنقللهاش. انا اسف اللي انا بتدخل، ممكن عكس الاتجاه اللي انتوا ماشيين فيه. لا بالعكس بالعكس، يعني احنا بنحب نسمع حضرتك، وجهه نظر حضرتك تحترم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني المشاهد الكريم طالب انه يبقى فيه تعليم او دورات تدريبيه، ازاي الزوجه تعامل جوزها، وازاي الزوج يعامل مراته، ازاي ما يبقاش فيه مشاكل، ازاي كل واحد يستحمل الثاني. هو في حته يعني انا دايما كنت انا بقول لحضرتك، انا من اكتر من 10 سنين كنت بطالب بانه قبل ما مش بقول حديث الزواج، لا ده اللي لسه اول ما يحصل ان مثلا خطوبه او عقد قرار، يروحوا ياخدوا دورات تدريبيه ازاي يتعاملوا مع بعض. طب احنا بنقول لازم الراجل يتحمل المراه، هو بيقول انا برجع الساعه 11 بالليل عايز الاقي الست يعني مبسوطه وبتتعامل معايا بطريقه سليمه والكلام ده كله. اكيد يعني المفروض كده. المفروض انها مش هتكشر في وشه قبل ما تشوفه وتقول له اللمبه اتعملت ومفيش انبوبه وتعمل له الدنيا. بس كمان لازم هي تكون برضو راضيه، تبقاش هي تعبانه، هو قاسي عليها وبعدين داخل مكشر في وشها وهي تبتسم. تمام. فهي العمليه كلها لازم تكون اصلا يعني هات وخد، ويكون هناك تبادل ل يعني ان هي خايفه عليه وهو خايف عليها. الحته بقى المهمه، طب خليني بس يعني في رساله مهمه وصلت لنا من استاذ محمد. استاذ محمد بعت رساله على الاس ام اس بتاعه البرنامج، بيقول فيها اريد التبرع بمبلغ 10,000 جنيه للام المطلقه مدام عزيزه. الرقم يا جماعه اللي هو اخره 3 سبعات على المسجات بتاعه البرنامج اللي هو 9207، الرقم اخره 3 سبعات. يا ريت حضراتكم بس تطلبوا لنا الاستاذ محمد، يعني هو الاستاذ الفاضل، شاف حضرتك يا مدام عزيزة وعاوز يعني يسهم مع حضرتك ب 10,000 جنيه. اشكره شكرا جزيلا. طيب المهندس محمد من القاهرة. طيب باشمهندس محمد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني حضرتك لسه بعت لنا رسالة بتقول انه حضرتك عاوز تدي مدام عزيزة 10,000 جنيه. ده اكيد طبعا، وده قبل التبرع وقبل اي حاجة. انا عايز
أشكر مدام عزيزة، هي الحقيقة نموذج لكل أم وكل زوجة مخلصة لبيتها ولأولادها، وريت بصراحة كل الأمهات يبقوا زيها. الست مكافحة وعايزة تعالج بنتها وعايزة تعلم أولادها، وريت فعلا كل الأمهات يكونوا زيها. ربنا يبارك لك يا مدام عزيزة، وتبرع يا بس ريحة تكلميني بعد البرنامج أبعتهم لك فورا. وعندي يعني أكثر الناس اللي هم يتمنوا يتبرعوا الحالة زي حضرتك يعني، وربنا يكرمك يا حاجة. طيب احنا اسمح لنا يا باش مهندس هندي تليفون حضرتك لمدام عزيزة يا ريت. علشان يعني تنسقوا مع بعض، ويعني احنا بنشكر حضرتك على هذه الروح. ألف شكر. أنا العزة أشكرها وهي وكل شكر. اللي في أمثالها شكرا. متشكرة لحضرتك. العفو. ربنا يجازيك خير. العفو. بشكر حضرتك بشدة يا باشمهندس محمد، ويعني بالتأكيد هناك دور للمجتمع في التعامل مع مشاكل المطلقات. هناك دور للمجتمع، وضروري أن تكون الجمعيات النسائية واعية لهذا، وضروري كمان يعني برنامج زي البرنامج بتاعكم ده بالتأكيد أن هو عارفة بيعمل إيقاظ للمشاعر. أنا شخصياً عناية دمعت لما سمعت الباشمهندس محمد، فده معناه ان في برضه ناس يعني طيبين وكويسين وعايزين هو ان هم يتحملوا المسؤوليه. هو بيتحمل المسؤوليه رغم ان هو مش ملوش دور في ايذائها، لكن مع ذلك هو عايز يمسح هذا الايذاء، وعايز ان هو يكون في حد زي بيطبطب عليها بيقول لها بنتك انا تتعالج وابنك يكمل تعليمه. شوفي بقى الفرق بين الباشمهندس محمد وبين هذا الزوج اللي طردها علشان مش عايزها لا تهتم بالبنت ولا تهتم بالولد، ولا ينفع الزوج ولا اب يعني. مدام ليلى، يعني كلمه اخيره حضرتك تحبي توجهيها لسيده مطلقه حاسه انها مقهوره ومكسوره؟ والله انا شايفه ان الطلاق مش حاجه تقهرها، لازم تكون هي قويه الاراده من جواها. احنا عايزين نعمل دورات بقى لبعد الطلاق، يعني انتوا عايزين قبل الطلاق، احنا عايزين للمطلقه نفسها دعم نفسي. احنا مش عايزين تحس احساس المقهوره ده، المجتمع بيرفض الانسان الضعيف. احنا عايزين نقوي فيها نقاط، نظهر لها نقاط القوه في شخصيتها فتتعامل مع مجتمع بايجابيه. انا لو انا ضعيفه هقعد في البيت وهتجوز واحد تاني وهتطلق وهجيب عيال. الحمد لله رب العالمين، ربنا اداني القدره ان انا افتح جمعيه واكون مسؤوله عن 100 اسره، ده يتيم ده محتاج ده ذوي احتياجات خاصه. فعايزين بقى كل المطلقات نعمل الدورات دي فعلا. احنا عندنا في الجمعيه مجال الصلح، بنحاول نعمل دور وقائي قبل الطلاق. حصل طلاق بناخد الام والاطفال بيبقى في رعايه. فانا عايزه بقى بدعو لدورات دعم نفسي للمراه المطلقه عشان تواجه المجتمع، هي ما ينقصهاش شيء، العيب مش فيها. مدام عزيزة، كلمة أخيرة تحبي تقوليها كده من قلبك؟ أحب أقول إن البنات مفروض تستحمل، ومفروض الأم الكبيرة ما تقولهاش لا قولي له لا اعملي له، مفروض تقول لها استحملي ومعلشي واصبري. طب ما انت استحملتي وقلتي أو حاضر ونعم وطلقت. ما أقول لحضرتك ما هم دلوقتي مش بيستحملوا البنات في ساعتها عايزين يطلقوا عايزين يطلعوا. يعني شايفه انه ده قرار الطلاق قرار المفروض ما يتسرعوش فيه. يعني انا كنت يعني بصراحه كنت متخيله حضرتك هتقولي كلام لا كلام تاني، يعني أصلي انك انت تعبتي من حاضر ونعم فبتقولي لهم بس برضو البنات الصغيره دي مفروض تستحمل وحاضر ونعم يمكن يتغير. برضو حاضر ونعم يمكن يتغير؟ ممكن يتغير. لا يا مدام عزيزة. لا يا مدام عزيزة. هقول لحضرتك حاجه، في بنات ما بتقولش حاضر ابدا. لا احنا ما بنقولش كده، ولا هي ترفع شعار وبعدين في رجاله التمرر، ولا هي تبقى كل حاجه حاضر ونعم، يعني بتضربها ضرب عنف. لا طبعا ما ينفعش الضرب، بس ما ينفعش هي تقول على طول حاضر ونعم ولا على طول يعني لا، يعني شويه كده وشويه كده علشان خاطر الامور تمشي. لازم يكون في تحمل خصوصا لو في اولاد، ده اللي انا بنصح بيه. يعني احنا في الجمعيه عندنا بنجهز عرايس، بيجي لي بعد 9 شهور البنت اللي العروسه اللي انا متجوزاها وجايبه لها جهاز جايه لي ببيبي واسيم الطلاق. انا اتطلقته يا بنتي، ده انت لسه انا عروسه 9 شهور جايبه لي نونه واسيم الطلاق هصرف عليك ولا على بنتي؟ لا، البنت لازم تتحمل عشان الاولاد دي ما يشوفوش مصير وحش. جزء ام، فانا بقوم بدور التوعيه للبنات عندي. يعني انا افهم من كلام حضراتكم ان الطلاق دي تجربه قاسيه جدا، واحنا عشان مرينا بيها بننصح غيرنا ما يمرش بيها، يتحمل على قدر طاقته ان هو مش اول مشكله. انا مش هقول لها قولي حاضر على طول،
يعني شويه وشويه، ما يكون متنرفز جدا تمتص غيظه. بعد ما يهدى ممكن تناقشه، ما تقفش قصاده، شويه كده وشويه كده عشان الامور تمشي. لان في بنات من اقل حاجه لا انا هتطلق وتروح خارجه. تعليق حضرتك سريعا بقى على الكلام ده بجد. انا يعني شايف هي المراه المصريه، انا كنت بقول يا دكتوره حاضر، المراه المصريه في قراره نفسها انها لابد ان تتحمل، هي كده هي اتربت لازم تتحملي، وفي قراره نفسها لازم تستحمل، وبتحط على نفسها هي الغلط، الفشل هي كانها هي وممكن تشيل في نفسها، ممكن تبكي وهي لوحدها، لكن وممكن انها تهان وبرضه تستحمل، وبعد ما بتطلع تقول لك طب ما برضه هم يستحملوا، يعني دوره مستمره. لكن انا اعتقد انه بنتي دلوقتي مش نفس الشيء. ومع ذلك احنا برضه زي ما قلتي حضرتك لا بنرفع شعار التمرد المستمر ولا الخضوع المستمر. ام كلثوم قالت اصول وكرامات بالظبط بقى بقول من ايام الست. لا هي الحقيقه يعني انا فوجئت فعلا، انا بتقول لك ما تقولش على طول لا بس تستحمل شويه. احنا لا مانع انها تستحمل، خصوصا اذا كان جوزها بيجي الساعه 11 بالليل كل يوم وتعبان، لكن الى اي مدى برضو يعني الشعور بالتحمل له برضو يعني مرحله بالظبط كده. انا شايفه النهارده ام كلثوم عامله معايا شغل. دكتوره ساميه خضر استاذ علم الاجتماع جامعه عين شمس، شكرا جزيلا. الحاجه الحقيقه عايزه اقولها لك، مش لازم يخلفوا على طول. بيخلفوا على طول وزي ما قلتي لاجل الخلف، لاجلها بطفل. يا جماعه بلاش الخلف المستمر على طول، استنوا سنه على الاقل تعرفوا بعض. بلاش بقى موضوع ربطيه بالعيال. لا طبعا يعني ما ينفعش كده، راجل بيتربط بكلهم. هو بالظبط ما فيش راجل هيتربط بعيال ولا من غير عيال. اكتر حالات الطلاق بيبقى فيها. انا عايزه بس استغل تواجدي في البرنامج واعمل دعوه عامه للناس كلها، احنا عاملين معرض الفرسان الخيري في ارماضه المعادي لامهات المعيله المطلقات منتجاتهم. يعني واحده بتنتج كروشيه، تريكو، خرز، الولاد المعاقين، عاملين معرض خيري، ونتمنى ان في نسبه زياره تكون كبيره عشان الولاد والامهات دول يتشجعوا ان شاء الله. طيب انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا استاذه ليلى فارس رئيس جمعيه الفرسان، ومدام عزيزه احمد شكرا جزيلا لحضرتك، ودكتوره ساميه خضر شكرا جزيلا لحضرتك. يعني احنا حاولنا يعني من على الوش كده نبدا كده معاكم في مشكله اجتماعيه مهمه ليها جوانبها وليها جذورها بقى الاقتصاديه وممكن السياسيه وممكن حاجات كتيره جدا تكون جذور لمشكله الطلاق واسباب لمشكله الطلاق اللي ارتفعت بنسبه كبيره جدا في مصر في السنين الاخيره، لدرجه انها منظمه الامم المتحده بتقول انه اعلى نسبه طلاق في العالم هي في مصر. السنه اللي فاتت 170 الف حاله طلاق في مصر، ست حالات طلاق كل ساعه في مصر. حاولنا يعني بس كده من على الوش نشوف المشكلة دي، ولكن بالتأكيد هذه المشكلة تحتاج لجلسات أكثر عمقا إن شاء الله. يعني في مساء القاهرة بالتأكيد هيبقى لنا يعني جلسات في هذا الموضوع مرات أخرى. بشكر حضراتكم، يوم السبت إن شاء الله موعدنا في مساء القاهرة ومساء جديد.